تواصل وتضامن سنحل فيها ضيوفا على السيدة سعاد الطالسي من لندن من بريطانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم أينما كنتم، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة. السيدة سعاد الطالسي، يعني كيف مرت ظروف اجتياح وباء كورونا عندكم في لندن في بريطانيا؟ فكما تعرفون مدينة لندن هي عاصمة بريطانيا، وعاصمة ليست كبعض العاصمات التي نعرفها في أوروبا، لأنها في الحقيقة هي عاصمة المسلم والعربي. فمدينة لندن عندها 1 مليون مسلم عايش فيها، ومن ضمن 1 مليون مسلم اللي موجود في مدينة لندن 20,000 إلى 25,000 يكون مغربي، وأنا واحدة منهم، بنت الهجرة المغربية بالديار البريطاني. فمدينة جميلة جدا وترحب بالكل، ولها 1500 مسجد. مدينة لندن كأنحاء العالم عايشة في توتر بهذا الوباء اللي إن شاء الله يجينا ونجي الجميع منه. حاليا الجالية ديالنا عايشة في الوسط مع الجاليات الأخرين في توتر وضغط بسبب الحجر الصحي والخوف من المستقبل، فلا نعرف فوقاش هذا الوباء غادي يمشي ولا كيف غادي نتعامل معه إلا بالحجر الصحي. نتمنى وينزل علينا اللطف سيدة سعاد، ونتمنى أيضا السلامة البشرية جمعاء، يا ربي أمين. سيدة سعاد وسيدنا رمضان، ربما قضيته مغاير رمضان الأعوام السابقة. غالبا وكل سنة في شهر رمضان نرى الجالية المغربية ككل الجاليات المسلمة تفرح بهذا الشهر الكريم، هذا الشهر العظيم، تمشوا عند حبابنا، تنزوروا الأقارب، تنفتشوا في المريض، تيكون واحد الجو حميم جدا، المساجد تتكون عامرة، والأسواق، وكل تيكون فرحان بزاف عندنا في لندن. ولكن هذه السنة رمضان في الحقيقة رمضان وحداني، لأن كلنا تنصوموا وتنصبوا في ديورنا وبعد على أحبابنا وعلى أخوتنا وعلى أصحابنا والأصدقاء ديالنا. علاش؟ لأن هذا الحجر الصحي يلزم علينا أننا نبقى بعاد على البعض لنحمي أنفسنا ونحمي من نحبهم ونحمي كذلك المجتمع بصفة عامة. طيب سيدة سعاد، وكيفاش دبرتوا للمعاملات الاجتماعية والخيرية؟ رمضان هذه السنة كل المساجد يعني مسدودة، فقررنا احنا كجالية أن نكثف التضامن لكي نصل لهذوك الناس اللي ما عندهمش اللي تيدق عليهم في الباب، الناس اللي مرض، الناس اللي ما عندهمش حبابهم، الناس اللي عايشين في المهجر وحديتهم. فمن خلال هذا التفكير قررت الجمعية الحسنية اللي أسستها أنا في 1985، وهي معترف بها بالأمم المتحدة كمنظمة خيرية لمدينة لندن، وهي تساعد وتخدم المرأة المغربية وكل النساء الناطقة باللغة العربية اللي سيجيو عندنا لهذا المركز. فمن خلال التفكير تكلمنا وقررنا أن نخرج ببرنامج سميناه إفطار في الدار، وهذا البرنامج بسيط جدا في التفكير دياله، ولكن الأداء دياله صعب شوية لأننا
وجدنا اللائحة ديالنا نتاع الناس تتجاوز 50 إنسان، فحاليا نساعد أكثر من 50 إنسان. تنوجدو لهم الفطور عندنا في المركز وتنوصلوه حتى للدار ديالهم. علاش؟ ماشي مسألة ماكلة، ولكن مسألة تضامن روحي، تضامن إنساني، تضامن اللي هو ولا بد منه. لأن إلا ما دقيناش على هذاك الإنسان اللي ما عندوش خوف وما عندوش حبيبه وما عندوش اللي يسوي فيه، هذيك العزلة اللي راح حاس بها، اللي قرر ياخدها باش يحدي راسه من هذا الوباء، يمكن تأثر عليه على حالته النفسية إلا وجد راسه بوحدته وحتى شي واحد ما يصبر فيه. فلهذا تنشوفوا أننا كمغاربة مهما كان الموقف ديالنا في أي بلد، ثقافتنا، وصولنا، تربيتنا تطلب منا باش ما ننساوش الجار، ما ننساوش المريض، ما ننساوش اللي عايش بوحدو، ما ننساوش اللي راه بعيد على حبابو، تندقوا عليه وتنفتشوا فيه مهما كان. يعني ماشي من الضرورة أن الجار ديالي إلا ما كانش مسلم أو ما كانش مغربي ما غاديش نسول فيه. فلهذا برنامج إفطار في الدار وجدنا راسنا أننا ماشي تنساعدو تنوصلو هذاك الفطور غير الناس اللي من الجالية ديالنا وغير الناس المحتاجين، ولكن وجدنا كذلك جيران هذوك المغاربة اللي تنوصلهم الفطور ولو أنهم مسيحيين، ولو أنهم ليسوا مغاربة أو مسلمين أو عرب، بعض منهم في حاجة وطلبوا منا باش حنا نساعدهم. واليوم بالضبط أكثر من 10 ديال الناس من أصل إنجليزي اللي وصلنا لهم الفطور، طلبنا منهم أنهم يشاركوا معنا هذا الفطور، وصلنا لهم الدار. علاش؟ خليناهم يحسوا أن هادو هما الأصول ديالنا كشعب مغربي، أمازيغي، عربي، مسلم، أفريقي، وقبل كل شيء إنساني يحب البشر ويحب الاتصال ويحب مساعدة الآخر. فأتمنى أن هذه الروح نتاع المساعدة تبقى معنا أينما كنا. وأشكركم جزيل الشكر. رمضان كريم، الله يحفظكم، الله يحفظ المغرب الحبيب، وشكرا. الله يبارك فيكم سيدة سعاد، وما أحوجنا في هذا الوقت إلى مثل هذه الالتفاتة الطيبة لكل محتاج. بارك الله فيكم ووفقكم لما يحبه ويرضاه، وبارك الله في هذه الجهود التي تقومون بها. شكرا لك السيدة سعاد الطالسي، كنت معنا في فقرة تواصل وتضامن من لندن. بارك الله فيك سيدتي.